الاثنين موجودين في المنتخب، ان احنا بنفكر بعض وبنحاول نفكر بعض بالمسؤوليه اللي علينا، بنحاول ان احنا ندخل نفسنا في مود الماتش، بنحاول نفكر بعض باهميه وصعوبه المباراه في مرحله يعني هامه جدا في تاريخ اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر، ان هم يصعدوا كاس عالم. في لعيبه يعني ما صعدتش كاس عالم قبل كده ولا لعبتش كاس عالم، في جزء من اللاعبين لعب كاس عالم وعاش الاجواء. بيفكر بعض ان الموضوع هيكون صعب مش سهل، ان احنا لازم نطلع كل حاجه عندنا، محدش يقفل بنقطه عرق واحده. مع وجود الجماهير بكره ان شاء الله يبقى دافع لينا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون كلنا مركزين وموفقين بكره ونحقق نتيجه ايجابيه، دي اهم حاجه. بعد كده ان شاء الله نفكر في المباراه الثانيه.